الأستاذ الدكتور شريف خاطر الرئيس 15 لجامعة المنصورة من هو؟ أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة السابق، عضو الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري والملحق الثقافي بالسفارة المصرية بباريس الأسبق. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية فرع ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، كما حصل على جائزة الجامعة التشجيعية، دكتوراه في القانون العام من جامعة السوربون بفرنسا، دبلوم العلوم الإدارية كلية الحقوق جامعة عين شمس، دبلوم القانون العام وليسانس الحقوق بكلية الحقوق جامعة المنصورة. بدأ كمعيد بقسم القانون العام وأصبح أستاذاً بنفس القسم في 2014، وفي 2018 أصبح رئيساً لقسم القانون العام، وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بباريس، عضو بالهيئة الاستشارية العليا بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، حتى أصبح رئيساً لجامعة المنصورة.